السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، البحث عن العليمي بعد تسلله إلى تعز وانقلاب إحدى مدرعاته، وإلى التفاصيل. شهدت مدينة تعز اليوم الثلاثاء احتشاد مواطنين في محاولة لاستقبال رشاد العليمي رئيس السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، والذي يزور المدينة لأول مرة منذ سنوات. وأظهرت صور تداولها ناشدون عشرات الأطفال يرفعون صور العليمي بانتظار دخوله المدينة. وكان العليمي قد دخل بعد منتصف الليل وفق ما تداوله ناشدون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعرف بعد مصير العليمي الذي لم يظهر في شوارع المدينة بعد تسجيل عدة حوادث في موكبه الذي انتقل من عدن، أبرزها انقلاب إحدى مدرعاته في منطقة الصحي كرابة المؤدي إلى المدينة والخاضع لسيطرة فصائل الإصلاح. ويحاول العليمي للمرة الأولى الاستعراض بمسقط رأسه في وجه خصومه، سواء داخل حزب المؤتمر أو في نطاق المجلس الرئاسي، خصوصا في ظل تغييرات تعدتها أطراف إقليمية ودولية قد تشمل إنهاء سلطة الرئاسي. وتوقيت زيارة العليمي التي تتزامن مع ذكرى تأسيس المؤتمر 42 ومحاولة نجد صالح العودة للمشهد على حساب بقية المؤسسين، إشارة إلى رغبة العليمي بالحفاظ على ورقة المدينة التي تشكل نسبة سكان كبيرة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.